السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. هنا في استوديوهات الرافدين معنا الشاعر الفلسطيني الشاب عصام البشيتي من القدس المحتلة. أهلا بك عصام، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا وسهلا، شكرا لكم وشكرا على دعوتكم الكريمة أستاذ مصطفى. نحن أكثر سعادة. عصام، كنت قد ذكرت لي أن أصولك تعود لقرية بشيت المحتلة الفلسطينية، وكذلك أنت أيضا يعني أو أهلك يعيشون في القدس المحتلة عاصمة فلسطين الأبدية. إطلالة سريعة على ما تحب أن يعرفه الجمهور العربي عنك، وحديث مقتضب عن بشيت والقدس في آن واحد. نعم، هي بشيت قرية مهجرة في مدينة الرملة. أنا لم أذهب إليها في حياتي أبدا. نعم. أنا سكنت القدس وعائلتي سكنت القدس ورام الله أيضا. عني أنا إنسان عربي. أهلك من سكان البلدة القديمة؟ نعم. بيت جدي من البلدة القديمة. نعم. ونحن نسكن رام الله. نعم. بالنسبة نعم لي أنا إنسان عربي. اكتشفت في 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 جغرافيا المجاز لربما مكانا تستطيع هواجسي والتباساتي أن تضيء فيه. على صعيد آخر أدرس العمارة في مرحلة البكالوريوس في السنة الأخيرة. جميل. الوطن في حقيبة الشاعر أينما ارتحل. يقال يا عصام أن الشعب الفلسطيني ربما يعني بعد أن احتل وطنه لم يجد وطنا ليقيم فيه، لكن وطنه يقيم في داخله. كلمنا عن هذا الهاجس وألم الغربة لدى الفلسطيني، الوجع من الاحتلال إلى آخره، ما تعيشه كإنسان وما تفكر به كشاعر. صحيح، حقيقة هي فلسطين هي فعلا الهاجس المستمر. يعني فلسطين، كنا ذكرنا بشيت المكان اللي أنا منه لم أذهب إليه في حياتي، المكان اللي أنتمي إليه لم أره. أيضا أنا أنتمي إلى أشياء لم أكن فيها على الإطلاق، رغم أنه ربما بشيت في الرملة لا تبتعد عن القدس قليلا. يعني لا تبتعد كثير. نعم صحيح، ولكن كنا نتحدث عن فلسطين. فلسطين هي البلاد العالية. صدق، هي الأحلام التي تركناها خلف السور، خلف جدار الفصل العنصري، الحيوات اللي كان يمكن أن نعيشها ونحياها، ولكننا لم نفعل بسبب الاحتلال. لكننا قادرون على الحياة من خلال قصائدنا، من خلال استحضار ما هو أفضل من أجل أبناء شعبنا، من خلال تثبيت نفوس الفلسطينيين الصامدين هناك في فلسطين المحتلة. طبعا. بالكلمة الحرة، الكلمة التي تعزز الصمود في كل وجدان عربي حر، فما بالك بالوجدان الفلسطيني، وأنت منهم. إلى أولى القصائد التي تود أن تتحفنا بها في هذه الحلقة، تفضل يا عصام. شكرا لكم. نص بعنوان كولاج على جدران غرفة مطلة. تفضل. ككومة طين تنز وليست بطين، كندبة ضوء وراء المدينة، شقت قميص الضجيج وسالت بخفة لحن كمان حزين. سأبقى بغرفة نومي هذا المساء، وأملأ كأسي بالأغنيات وأفلت كلب الحنين، كحان قديم يخبئ شعبا من المتعبين. سأصغي لسارتر يفلسف ملهاة حفل الجنون، أنام قليلا لأحلم أني أذبت جميع الهواجس شعرا، وأني كتبت ضياع المسافر، شكل المساكن، برد الطريق وخوف البلاد. وأصحو أشاهد فيلما عن البحر، عن ولد يتمشى بوسط الشوارع يبحث عنه وعني. وفي آخر الليل أسأل كيف وماذا وأين، وأذكر كيف نفتني البلاد بأمر الخليفة دون كتاب لأرض خواء، وحيدا بلا أصدقاء، يبلل قلبي برد الشتاء ودمع البلابل من كربلاء. وكنت أنز حسين 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 ولا أستطيع الغناء، أجوع فأفرش ظلي لحافا وأخفو بدون عشاء، مغطى بدم الفراشات أخفو. أجوع مجددا
أجوع فأفرش ظلي لحافا وأخفو بدون عشاء، مغطى بدم الفراشات أخفو، وصوت الصبايا يلوح بكل الجهات، حسين 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 ضباع الخليفة خلف المساء. لبنت تفكر بالبحر فوق الجبال، تشم المسافات نايات صمت، وتكبر في اليوم مليون عام. لحزن الشوارع في القدس ليس ينام، يقشر شيء سماء المدينة فجرا طريا، تصير الدموع شبابيك ضوء ويعلو الحمام. أفي الصمت أبقى طويلا بلا مؤنس أو ربابة، ووسط السؤال أحس بأن المسافة وهم، فأسحب سيف الخيال أقاتل غيما، وأحلم أني سأمضي لشاه. خذيني لما قبل هذا، لبيت على عتبة الأفق أبكي، لبيت على عتبة الأفق أبكي، كأني بكاء بلاد يقرر جيش التتار بألا تكون. فيأكل شمس الصباح ويخلع فل البيوت، ويفتك بالمكتبات وبالأغنيات، كأن البلاد بلادي، كأني هناك وأجلس بين الضباب ألملم عمري كحب الأرز من الذكريات. تعالي سنقرأ بودلير إن شئت، نقرأ رامبو، نفتت برد المساء بكأس نبيذ، على ضوء قلب نعد العشاء، قبلة شوق ولحن ندي يدور بفلك الأبد، وفي شارع الخوف وفي شارع الخوف نخلع عري القبائل، نلبس ثوب الجسد. تعالي شواطئ شك على رملها تستريح القصائد، مصائد للغرباء بقلبي، تعالي مصائد بصدري تفاحة الشك نزت كناي يئن ببال الغصون. تعالي وهاتي يديك، أحب يديك، تعالي وهاتي يديك، فعما قليل سيخمشني برد هذه الظنون. أقول تعالي ومدي يديك طريقا يشير إلى من أكون، فإني نسيت وحق الليالي أنا من أكون. من أنت يا عصام؟ من أنا؟ أنا شاعر يضيء التباسا لربما، ويقطر سيفي شكا، وأسكن بلاد لم أرها في حياتي. كنا تحدثنا عن البلاد العالية بالمناسبة. أنا أحن لفلسطين لأشياء لم أدخلها، لا أعرفها، لزمن لربما هو زمن داخلي فيه أشعر فيه. عظيم يا عصام. ما الذي تعني فلسطين للشعراء من أبنائها على وجه الخصوص؟ لا كل أبنائها، وإنما الشعراء على وجه التحديد. الوجع المستمر، الهواجس المستمرة، كما قلت الأشياء التي كان يمكن أن نكونها، ولكن أيضا فكرة أن نجد، يعني أن نكون في فلسطين، أن نعيش نحيا في فلسطين. هذا الهاجس يؤرقنا، كيف يمكن أنه نعيش في هذه البلاد المحتلة وكأنها بلادنا وهي بلادنا، ولكن أن نتصرف على هذا الأساس، يعني أن نحافظ على تفاصيلنا اليومية، أن نفكر مثلا ماذا سنأكل اليوم سنأكل المقلوبة، أن يعني لا ننسى هذه التفاصيل اليومية، لأنه وراء كل هذه التفاصيل اللي ممكن تكون عادية جدا والإنسانية والبسيطة وللبعض لربما تافهة، في وراها بندقية مجرمة، في وراها دبابة تحاصرنا أينما ذهبنا. أحسنت يا عصام. من يوميات البلدة القديمة وذكريات بلدة ودار وحاكورة الجد والجدة، أكثر ما تحن له في البلدة القديمة من القدس؟ المشي في البلدة القديمة، لربما الصفنات المستمرة، التفكير وأنا أمشي في 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 الحيطان وفي في 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 الشوارع، وفي كمية التاريخ والعبق الموجودة هناك، وفعلا هي مدينة السماء. وربما أصدق ما قيل فيها درويش عندما قال أنها امرأة من حليب البلابل، حقا ربما هذا أعذب وصف وأصدق وصف، هي فعلا امرأة خلقت من حليب البلابل حقيقة.
أحسنت إذ يعني استشهدت بهذا القول الخالد لدرويش العظيم، وهي فعلا امرأة من حليب البلابل القدس المحتلة اليوم الحرة في وجدان كل عربي حر وكل شقيق إنسانية لا يمكن أن يتنازل عن فكرة عدالة القضية وقضية العدالة. إلى قصيدة جديدة يا عصام. نعم، لربما أقرأ قصيدة. تفضل. خارطة على جلد المساء أو خارطة على شرفة أمل دنقل. وليكن. لأن القصائد مفتونة بالقلق. من جديد. لأن القصائد مفتونة بالقلق، ستمضي بعيدا بعيدا على مركب من غرق. عظيم. لأن القصائد مفتونة بالقلق، ستمضي بعيدا بعيدا على مركب من غرق، تضيء التباسا ولا تنتمي، مذ شعرت ببحة ضوء بحكي المكان، ولما أردت السؤال تبعثر في شفتيك الكلام. ولما أردت السؤال تبعثر في شفتيك الكلام. جميل. وصرت غريبا، تأبطت منفا وسلت عمر خفيف خفي، وغادرت نحو الطريق يهدك نزف المكان وصوت الكمان. يا الله. وتلويحة للصبية في المفترق، على كتفيك يحط الحمام الغريب، ويسكن فيك الهديل المؤجل، تسكن قافية من أرق، ويحرق فانوس صحوك جلد المساء وكنت نسشت عليه بخيط القصيدة عمرا وخارطة للجهات للبلاد البعيدة خلف الشفق، نثرت البلابل فوق الممرات طيفا لحلم قديم يشم كرائحة البرتقال. عظيم. بكف فتاة بيافة، ولما تراءت صباحات أول دار لقلبك بين الخطوط تنام الحبق، تحن لما قبل هذا الطريق، وتسمع بحرا وراء الضلوع، وأنا ترى لعشرين عاما تحك المجاز ببرد الدروع لتدفئك الأغنيات، ويحرق فانوس صحوك جلد المساء مخيلتنا وتأملاتنا، ويحفزنا على طمع أكثر لنستمع إلى جديدك. ولكن ربما بعد يعني وجبة جديدة من الأسئلة والنقاش المفتوح يا عصام. يعني أكثر ما يميز الوجع الفلسطيني وتجده حاضرا عادة في نصوص أغلب الشعراء. نعم، علاقة النص دائما بالمكان، في علاقة حميمية بين النص والمكان، المكان حاضر، رمزيات المكان وتفاصيل المكان حاضرة، أيضا التفاصيل اليومية للفلسطيني، درويش كمثال يعني. نعم. حاضرة، وهي أيضا يعني دليل على التشبث بالهوية والقومية. نعم. والأرض. صحيح. وأنه لا يمكن الاستغناء والتخلي عن هذه الأرض وعن هذه الجغرافيا حتى وإن كانت هي في مكان وكنا نحن في مكان آخر. تمام. هذا ما يعني يحاول الشاعر الفلسطيني أن يثبته ويثبته في وجدان أبناء أمته من خلال ما يكتب. لكن ما الذي يحاول أن يثبته ويثبته في وجدان قرائه؟ عصام البشيتي. أنا أحاول دائما أن أفتح شبابيك من الأسئلة. عظيم هذا المعنى، عجبني. أعجبني هذا المصطلح، تحاول دائما أن تفتح شبابيك من الأسئلة. صحيح. أكمل. يعني أحاول أن أفتح شبابيك من الأسئلة، وأن أجعل القارئ يعني أن أمسك أو أقبض على القلق اللي موجود عند القارئ، وأن يكون مثلا مهما كان خلفية هذا القارئ، يكون يقرأ لي مثلا وهو من سواء كان عربي أو غير عربي، يعني في أي مكان في العالم، يقول أن هذه القصيدة أو أن هذه الجملة، هذا النص، هذه المقطوعة قالت شيئا في لا أستطيع أن أقوله، وأنا ربما ويشعر أنه يستطيع أن يكتب مثله. هذه أمنية بالنسبة لي يعني. أحسنت يا عصام. باعتقادك
هل تجد أن هناك مثلا التفافا عالميا حول القضية الفلسطينية في غمرة ما تمر به المنطقة من تجاذبات سياسية وصراعات؟ هل لا يزال الالتفاف حول القضية الفلسطينية حاضرا وبذات الزخم؟ لا أعتقد، ولكن شعبيا بالتأكيد يعني على المستوى العالم اليوم، وذلك أيضا لحضور مواقع التواصل الاجتماعي ولي يعني هنالك أيضا رؤى وأفكار شبابية جديدة. هناك جيل جديد في فلسطين أصلا يعني مختلف عن الأجيال السابقة تماما، يحمل على عاتقه هذه القضية ولكن أيضا بطريقة مختلفة. يعني في مخيلتنا أو في مخيالنا أن القضايا لا تجزأ، كنا عندما كان رفاقنا وأصدقائنا موجودون مثلا في الشيخ جراح مثلا، كانت ترفع شعارات لربما هي لا علاقة لها بالشيخ جراح، ولكن لأن القضايا كلها لا تجزأ، قضايا الإنسانية كلها لا تجزأ، فهذا هنالك وعي عند هذا الجيل، ولذلك أنا يعني مش خايف كثير على القضية الفلسطينية إن كان هنالك جيل كهذا يعني يستطيع هي قضية متجددة لا يمكن لها أن تتكلس أو أن تتجمد أو أن تموت تماما، لا يمكن لها أن تصادر أو أن تسقط من قلوب أصحابها ومريديها و كل الأحرار في هذا العالم. صحيح. وكذلك لا يمكن لنا أن نفوت فرصة الاستماع لقصيدة جديدة منك يا عصام. طبعا أنت شاعر مجيد. شكرا وملقي لكم. يعني لا تقل جودته في الكتابة عن جودته في إلقاء القصائد. أشكرك شكرا جزيلا، لربما صعلك تحت المطر. إلى صعلتك صعلكتك إذن. مطر على شفة المساء نما، مطر على شفة المساء نما، فوجدته من مقلتي هما. مشوارنا هذا طويل، مشوارنا هذا طويل يا رفيق، فهات سيفك وارفع القسم، مذ آدم نمشي وينكرون الثرى. غرباء غرباء نحمل شكنا علما، طلاسم السفر الطويل لغاتنا، وببالها نبت الهوى وسما، نموسق الذكرى بجرح خيالنا، وإذا صحت غص المدى ألما، فبكاؤنا فبكاؤنا فوضى المجازات، فبكاؤنا فوضى المجازات التي أعطت لنزف العاشقين دما، ونحب ما دمنا الحياة ورغم ما ذقنا، نثقب حزننا نغما. عظيم. أحزاننا أحزاننا أسماؤنا، وبها نكون، بها فقط سنفتت العدم، وبها فقط سنفتت العدم. وأنت قادر، وكل الفلسطينيين وكل الأحرار وكل أصحاب القضايا العادلة قادرون على تفتيت العدم وجذب الشمس إلى أوطانهم التي تستحق نهارا سرمدا لا يزول، وسعادة لا يمكن لها أن تنضب أو أن تنتهي. عصام، يعني لا ينسى المغترب كما تعلم وطنه، حدثنا عن تضارب المشاعر لديك، عن مستقبل تبحث عنه ووطن يلح عليك في تفاصيلك اليوم. يعني بالتأكيد أنا كانت غربتي غربة اختيارية عكس الكثير من الناس، كانت غربة طواعية. نعم. أستطيع العودة إلى بلدي، ولكن كما حدثتك أستطيع العودة إلى هذا الزمان الحالي، أستطيع العودة إلى شيء أيضا غير الشيء اللي أنا بحن إليه. هذه أيضا غربة مختلفة، يعني أنا مغترب هنا، ولكن أنا أيضا أشعر بغربة ووحشة قاسية في بلدي لما أرى أن الغريب يتعامل على أن هذه البلد بلده وهذه ليست بلدي، أنا أعامل على أني غريب، على أني مقيم في هذه البلد. فنعم أشعر بالحنين الدائم لفلسطين، فلسطين التي رأيتها والتي لم أرها. ايضا هنالك لربما تذكرت الان، هنالك لدينا شرفه في بيتنا في منزلنا في رام الله مطله على جدار الفصل العنصري، مطله كذلك على مشهد غريب جدا وهو مطار القدس الدولي القديم الذي المتوقف طبعا الان يتم بناء بؤر استيطانيه عليه. دائما ما اجلس على الشرفه وافكر، طب انا لم اذهب ابدا لهذا المطار، ولكن كمية الأشياء التي كان يمكن أن نفعلها، التي كان يمكن أن نكونها، كمية الأحلام الموجودة هنا والتي أجلت غريبة جدا، فأشعر أن الصورة رمادية وأنا المراقب لهذه الصورة وأتحرك وأستقبل كل الألم وكل هذه الهواجس وكل هذه. لكن مستقبل القضية وأبنائها على مسافة نظرة من هذه النافذة يا عصام. نعم صحيح. إلى المطار الذي
سيعود لاستقبال واحتضان أبنائه يوما، وسيخلع من بين شدقيه الأفاعي، وسينتزع حقوقه التي ضيعها الاحتلال الصهيوني سدى. من أكثر المشاهد التي تخطر في بال عصام البشيتي وتشده إلى فلسطين بشكل مستمر أينما كان وحيثما ارتحل، أكثر ما علق في ذهنك وذاكرتك ولا يمكن لك أن تتخلى عنه؟ مأكولات معينة، ذكريات معينة، سهرات معينة، أماكن، لك أن تتحدث وتختار. المشي في شوارع القدس، أنا أحب المشي جدا، والمشي مع الأصدقاء ومع رفاقنا، والجلسات في المقاهي والمقاهي المطلة. هنالك مقهى بالمناسبة سميناه وصديقي صاحب أسوأ إطلالة في العالم، لأن هذا المقهى يطل على جدار الفصل العنصري. يا الله. أنا أستطيع الذهاب خلف الجدار، إنما صديقي الأديب كذلك لا يستطيع أن يذهب لأحلامه التي كان يمكن أن يكون خلف الجدار. يا الله. فكنا نجلس ونضحك ونفكر إنه كم يعني كمية السخرية الموجودة في هذا المقهى وعبثية هذا المشهد يعني. فنعم أحن، لكنه يعني مشهد قاس على قدر ما فيه من إحباط ويأس، إلا أنه يذكرنا بقسوة الاحتلال ويضعنا أمام مسؤولياتنا بضرورة استعادة الكل الفلسطيني لوحدته من أجل استعادة الأرض ككتلة واحدة لا تقبل التجزئة. صحيح، وحقيقة الشعب كشعب والشباب هو موحد بمختلف أطيافه يعني أحسنت. ورؤاه يعني مشكلة ليست. أحسنت يا عصام، لابد أننا سنستمع إلى المزيد من هذه القصائد، لكن بعد فاصل قصير. أنت جميل يا عصام البشيتي الشاعر الفلسطيني، لكن سنعود بعد قليل مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، ومن ثم نواصل هذه الحلقة. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD، ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا هنا في استوديو الرافدين وبرنامج بيت القصيدة الشاعر الفلسطيني الشاب عصام البشيتي. حيا الله عصام مجددا. وقبل الذهاب إلى أسئلة جديدة أددتها لك خصيصا، وفيها من الألغام والمفاجآت والألغاز ما فيها. قبل كل هذا الله يعيننا إلى القصيدة. الله حيعينك إن شاء الله، والأسئلة فيها الكثير من الصور المقطعية التي تضع المشاهد العربي في صورة فلسطين التي يبحث عنها الكل في وجدانه قبل عينيه، إلى قصيدة مما تحب. طبعا، بما أننا كنا نتحدث عن المشي، قصيدة بعنوان مشوار. تفضل. بأبوديس وكاد الأفق قريبا يتدلى، بأبوديس وكاد الأفق قريبا يتدلى، شد الوقت عقاربه لمداخل قلبي ورماها تلسعني بالظن وتفتك بي. أحبتني حقا؟ هل تأتي؟ وهل في السادسة انتبه الهاتف أن الموعد حل؟ ونزلت لشارعنا المرصوف بأحزاني، وعلى عتبة لحن في الأفق تدلت صورتها بين الألحان. الله. كانت ترتقب الموج كشرفة شك حالمة، وتطل على البلد المنسية، عيناها خيمة دمع غجرية، شباك للحزن الصوفي بمليون فراشة شوق ضوئية، وحقول مجاز تكبر فيها لغتي تفاحا وصحائف عشق ثورية. عظيم. فلتنسى البرد وهات يديك، رميت فؤادي فغلى بيديها كرغيف أغاني ريفية في الليل. في الليل تمشينا فوق الوقت وفوق المعنى نحو المطلق فيك وفي. من فرط الدهشة لا أذكر في أي زقاق أوقعت عيوني. من فرط الدهشة لا أذكر في أي زقاق أوقعت عيوني. أنت أوقعت عيوننا، كل أعيوننا يا عصام. شكرا لكم مولاي. أكيد لا يمل من مثل هذه العذوبة
والآن إلى النقاش من جديد. يعني الرمز في القضية الفلسطينية يا عصام وأنت تعلم هو سبب يعين الجمهور على التضحية، هل الشعب الفلسطيني اليوم من غير رمز أم أن الرمز يتجاوز فكرة شخص معين يلتف حوله الكل الفلسطيني إلى ما هو أبعد من فكرة الشخص؟ يعني أعتقد نعم أن الرمز يتجاوز فكرة الشخص إلى ما هو أبعد، إلى ربما ما يمثل هذا الشخص. يعني كل الرموز في الشارع الفلسطيني ارتبطت بالوجدان الفلسطيني لما تمثله، الكوفية مثلا وأشياء أخرى، يعني والزيتون وكل هذه الرموز. هذه رموز باقية أبقى من البشر، تقصد هذا ما تود قوله؟ بالضبط، صحيح. فبالتالي الرمز من هنا يتجاوز فكرة الشخص إلى أفكار لربما أعمق، كيف يقاوم الفلسطيني في حياته اليومية، كيف يعيش حياته، وكيف يستمر إلى آخره. يعني عن درويش الحديث الآن. نعم. وكيف استطاع أن ينصر قضيته بالكلمة ووقف مع حلمك أو مع حلمك الشخصي أيضا، ماذا تقول؟ كلمنا عن درويش ثم قليلا على خطاه أو ربما على خطى مختلفة الذي يبحث عنه عصام. طبعا، يعني محمود درويش هو شاعر استطاع أن ينقل الوجع الفلسطيني وأن يدقق وأن يكتب عن تفاصيل كانت متروكة، كانت منسية، عن الإنسان العادي الفلسطيني، الإنسان البسيط الذي يجلس في المقهى، أو الإنسان الذي يحن ربما إلى خبز أمه وقهوة أمه. نعم، هذا مش عيب أن يحن الإنسان، أن يحن المقاومة. أصبحت أيقونة هذه البساطة. بالضبط بالضبط، وهذا هو يعني ما ربما يميز درويش. درويش ايضا على الصعيد الشعري، يعني المطلع يعرف انه لخص لربما التجربة الشعرية الحديثة اخر 70 سنة. ربما من يقرا درويش يعني هو لخص لربما الكثير من الشعراء من ما قبله، واضاف ايضا رائد من رواد التجديد. صحيح. على مستوى القصيدة العربية بشكلها الحديث، بالإضافة إلى براعته في تصوير الوجع الفلسطيني بصورة بانورامية شعرية تصل إلى مختلف طبقات المجتمعات العربية. هناك قصائد تصل إلى العامة، هناك قصائد تصل إلى شريحة أو تصل إلى شريحة وطبقة المثقفين، إن جاز لنا أن نسميهم طبقة، وكذلك هناك قصائد نخبوية أو التي يمكن أن نسميها قصائد ذات العمق، والتي يعني تحتاج إلى تفكيك وقراءة أكثر من مرة حتى تصل إلى ما حاول درويش أن يقوله تماما، كوصفك للقدس هي امرأة خلقت من حليب البلابل. ترى إلى أين أحب أن يذهب فينا بعد هذا الوصف؟ يعني غريب فعلا ومدهش، مدهش جدا هذا الوصف، ومدهشة يعني وصوف، يعني أوصاف أيضا أخرى وأساليب أخرى أيضا، يعني قال فيها البلاد العالية التي نحب. يعني أحسنت. نعم. إلى قصيدة جديدة يا عصام. نعم. عن من ستتحدث هذه المرة؟ لربما بمن ستفاجئنا؟ أتحدث عن أسير فلسطيني محرر. نعم. كان يحلم بحضن والدته. تفضل. فوجد نفسه يحتضن قبرها. يا الله. قل أمي أمي أصيح وقد تصدع حزن هذه الأرض من كمتي، أمي وحزني ذا يشد بصهوة الأبد. رسم اللئيم على سماء الحلم مذبحة، ورمى القنابل فاختفى بلدي. بلدي بلدي سليل التين والزيتون. الله. بلدي سليل التين والزيتون، معراج النبي القبلة الأولى على جسدي. أمي وأنطقها دما، والقلب هذا القلب مثقل بالدموع. وحدي أصيح وداخلي وجعي وأسئلتي، وسيف سيف هز أركان الضلوع. أمي أمي فم الطوفان يمسك بالحكاية من بعيد، هل للسفينة موعد في مرفأ الزمن الجديد؟ الله. أم أنها تأبى الرجوع؟ أعد لطفا الفقرة الأخيرة. أمي 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 فم الطوفان يمسك بالحكاية من بعيد، هل للسفينة موعد في مرفأ الزمن الجديد؟ يا الله. أم أنها تأبى الرجوع؟ أم أنها تأبى الرجوع؟ لا والله، سترجع يوما، وكما قالتها أكيد تلك المتميزة، سنرجع يوما إلى حينا. لابد أن هذا الصدح الفيروزي سيشع أملا في سماء فلسطين حينما يعود إليها كل أحبابها، ليس أهلها فقط وإنما
كل عشاق الحرية لمن يستحق. يقول أحدهم: يا عصام، بإمكان الفلسطيني ملاقاة أخيه الفلسطيني الآخر بسهولة في أي بلد في الدنيا إلا في فلسطين. لماذا هذا الوجع؟ بالتأكيد بسبب الاحتلال، بسبب الظروف التي تفرضها علينا السلطات الاحتلال. أنا مثلاً هنا في 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 اغترابي هذا يعني تعرفت على كثير من الأصدقاء الفلسطينيين الذين لا يستطيعون الرجوع إلى بلدهم، الذين ربما لا يعرفون أصلاً بلدهم. أحسن. وكنت دائماً يعني لربما من فترة حدثت صديقي، وهو صديقي من غزة، كنت نتحدث ماذا لو رجعت إلى غزة، ترجع إلى غزة وأرجع أنا ونلتقي في يوم من الأيام، لربما تعزمني على الغداء في غزة لربما، أو أعزمك أنا عندي وبعد ذلك ترجع أنت إلى غزة بي 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 بسيارتك. هذا كله، هذه التفاصيل البسيطة جدا يعني ما فيش أي شيء، هذه كلها تبدو الآن مستحيلة لربما. نعم. يعني أن نجلس في حيفا، أن نمشي في يافا، نمشي في عكا، نثرثر، نتحدث في أي شيء، هذا كله الآن التفاصيل هذه نحن حرمنا منها. ويعني المعقود على أكتاف الشباب والمأمول سيتحقق يوما، وما ذلك على الله بعزيز. يا عصام، ما السبيل باعتقادكم حتى تستعيد قضية فلسطين وهجها الذي خفت قليلا؟ وعلينا أن نكون صريحين مع أنفسنا. طبعا طبعا، أعتقد من ما شاهدناه ومن ما شاهدته مؤخرا يعني الشباب طبعا، أن يكون الشباب هم في الطليعة، في الطليعة، وهم المحرك الأساسي لكيف يعني تخرج هذه القضية للعالم. وعلى مستوى السياسة الفلسطينية الداخلية أن يكون هناك تواصل أجيال لا صراع أجيال طبعا، ما بين طبقة الشباب وطبقة يعني نرجو الكبار، لا نريد أن نقول العجائز يعني الكبار. نأمل هذا، ولكن أنا أعقد الأمل أكبر على الشباب وعلى الشارع الفلسطيني وعلى يعني النضال الشعبي الموجود. ما الذي تعنيه بالنضال الشعبي؟ يعني نضال الناس العاديين البسطاء، الناس الذين يشبهوننا، الذين ينتمون لملح الأرض. نعم صحيح. أحسنت. الذين يعيشون البلاد العالية كل يوم. أحسنت. إلى قصيدة جديدة أصلا، تفضل. نعم. لربما أقرأ نصا بعنوان لقاء مؤجل. إلى لقائك المؤجل، تفضل. قل: أتراها عادت من عمل اليوم، صبت قلقا تعبا بدل النعناع بكوب الشاي، وشافت فيلما يرجعها نحو ليالينا في آب، أتسافر مثلي كل مساء أم يغلبها النوم؟ كأسا آخر يا مولاي، كأسا آخر يا مولاي، وأفرد هذا التعب الهائم في على صخب الأشياء، أقفز من فوق السور وأركض للمطر الطللي وأسأله عن منفن ملحي تسكنه روحي كل شتاء. جميل. ستعود لغربتها، ستعود لغربتها في الليل التالي، لا تجزع مولاي، تفتش عن لحن تفتح في حجرته شباك بكاء. يا الله. أما الآن، أما الآن، أما الآن فخذني، أما الآن فخذني مولاي لبنت تغرق في ليلكها ندب العمر بعيدا جدا، تمسح عن قلبي برد الأيام، ونخنق بالصمت المطلق وحشتنا ونذوب جسدا للشبق البري يعيد لآدم صرخته الأولى، تثقب في صرة هذا العدم الأسود أفقا وذهولا، وتفتت عن أضلعه إسمنتا جمده، تخرج منها حواء سيولة. تخرج منها حواء سيولة الفلسطيني الموجوع حينما يريد أن يطرق باب الخيال، ربما يحظى بالكثير من الضيافة الطيبة في رفقة هذا الخيال الكريم مع الفلسطيني الموجوع. إذا ما أراد أن يبحث عن الحب فإنه يتخيله، وإذا ما أراد أن يعيشه فإنه حتما لابد قادر على تحقيقه. دور المثقفين الفلسطينيين لنصرة قضيتهم بما فيهم الشعراء يا عصام، كيف يمكن أن يكون دورهم بناء كما يجب؟ يعني بالتأكيد التمسك بالهوية الفلسطينية والحديث ومحاولة
نقل يعني وتوثيق مش ما يحدث، توثيق ما يشعرون به أو توثيق كيف يرون الأشياء في فلسطين، توثيق نظرتهم لربما أو توثيق يعني البلاد العالية في مخيالهم كما هي. أعتقد هذا هو دور الشاعر، يعني أن يقول فلسطين أو أن يحاول أن يقول فلسطين كما هي دون تكلف، يعني أن يحاول قول فلسطين كما هي. جئت في هذه الحلقة على ذكر مصطلح البلاد العالية أكثر من مرة، لماذا تراها عالية؟ هل لأنها عالية عن أبنائها أم أنها تتعالى أم أنها عالية على المحتل أعلى منه شأنا وقدرا ويبقى متقزما أمامها، أم أنها كلها مجتمعة وأشياء كلها أخرى؟ نعم، لربما وأشياء، لربما كلها مجتمعة ولربما أيضا أشياء أخرى. بالنسبة لي هي البلاد العالية كما قلت لأنها عالية، هذا السور جدار الفصل العنصري يحجبنا عن يعني عن ما كان يمكن أن يكون، ما كان يمكن أن نكونه. هي نعم. عالية لأنها أحيانا هي تقسو علينا، وهي عالية أيضا لأنها مجيدة، هي عالية في وجه المحتل وفي وجه جبروته وفي وجه يعني جرائمه. نعم. قبل أن نختم هذه الحلقة يا عصام، نريد قصيدة جديدة لنا. نعم، قرأ أمان بلا أشعار. تفضل. أهدهد الصمت بالآلام والقهر، عامان عامان لم يستفق من آهتي شعري، قد نام ذات هوى، قد نام ذات هوى مذ أدبرت ومضت ليلى وألقت كتاب الحب في النهر. يا ما يا ما قبست من العادي دهشته، رسمتها لغة ملآنة السحر، شكلت قلبي بها نبضا لأمنية على قميص الندى في ساحة الفجر. شكلت قلبي بها نبضا لأمنية على قميص الندى في ساحة الفجر، والآن هذه يد الطوفان تشلعني، وإنني تائه أدري ولا أدري، وإنني تائه أدري لا بر لا بر لا بحر لا شيء فأعبره، وأين أمضي بلا بر ولا بحر؟ لا بر لا بحر لا شيء فأعبره، وأين أمضي بلا بر ولا بحر؟ نعم. عظيم عظيم، عساك تستعيد برك وبحرك حرين عزيزين عربيين مسلمين فلسطينيين لا يقبلان التجزئة ولا الانقسام، وإنما يكونان للكل الفلسطيني والكل العربي الوفي لهذه القضية. ولا شك يا عصام، سأسألك الآن سؤالا خارج سياق اتفاقنا. سأطرح عليك 5 مفردات، وكل مفردة تفسرها بعبارة قصيرة انطلاقا من بواعث إيمانك بها، أو انطلاقا مما يبعث يعني صورة معينة شكلا معين تجاه هذه العبارة وما تمثله في نفسك أو كيف تراه. نعم. القلق أنا قلقي أنا عبارة عن قلقي، وأعتقد أن القلق هو شيء حالة متحركة للإنسان، متحركة يجب أن تكون عند كل إنسان لكي يكون. ساعة الحائط الزمن الخارجي الذي يمضي، ولكن لربما يعني نحن يجب أن يعني نؤمن فيه، ولكن لا يجب أن نعيش فيه. أعتقد أنا أحيا في زمن آخر، زمن داخلي فيه. جواز السفر الحدود والغربة وبعدي عن البلاد العالية وبعدي عن بلاد العربية أيضا الأخرى، التقسيم، يعني قبة الصخرة الجمال، لربما الجمال قل ما تحب، ما يفرض نفسه عليك. يعني أنا دائما ما يعني أذهب إلى المسجد الأقصى وأتمشى في ساحة قبة الصخرة، نعم، وأشعر أن
يعني تضلله. عبق التاريخ يضلل هذا المكان، واشعر انها تتحدث، اشعر ان ذلك المكان يحتضن من يدخل اليه تماما، واشعر انها كمرآة يعني. نعم. محدبة نرى من خلالها العصور الماضية. العصور الماضية، نعم صحيح. وترى كذلك مستقبل ابنائها الاوفياء. صحيح. لها تماما. الام اي طبعا، الام الحنان والعطف والحب الغير مشروط، وايضا فلسطين. احسنت. رغم قسوتها يعني. الى الشعر من جديد. قل اهواك. تفضل. وكم بكيت وغطى دمعي الجسد، كالشام في حزنها تبكي على برد. وكم غفوت على الاطلال في كمد، وكم شربت لعمر الهم والكمد. عظيم. حتى برى المي لليل حنجرة مبلولة تعبا أناتها، وندى: يا بنت قبلك أحلامي مشردة، مذ جئت طار لها من مقلتيك مدى. أهواك يا ضحكة للبحر في رئتي، ودهشة تسكن الأحشاء والكبد. الله. في لجة التيه والأسفار مشرعة، أعطيت مغتربا يا حلوتي بلدا. أعطيت مغتربا يا حلوتي بلدا. عسى الأيام بإذن ربها تكرمك بالبلد الذي تحب. أعتقد أن قصيدة واحدة متبقية لا تزال. نعم. معك. صحيح. لكن قبل القصيدة إلى السؤال قبل الأخير يا عصام، أخيرا رسالة أو قبل الأخير، رسالتك إلى قصيدة لم تأتي بعد، وإلى وطن ربما كان ينتظرك كما تنتظره، تفضل. قصيدة، هذه القصيدة أيضا هي هاجس الدائم، يعني كل يوم أفكر هل سأستطيع، وكل هذه القصائد أصلا هي محاولات للوصول لك، للوصول لهذه القصيدة المثلى، لهذه القصيدة التي تستحق أن تعيش، والتي أيضا لا يمكن أن يصل يعني إليها إنسان، يعني هي هاجس مستمر. نعم. للبقاء على قيد الكتابة. بالضبط، البقاء على قيد الكتابة، نعم صحيح. فرسالتي لها يعني أتمنى أن أكون على قدر هذا يعني هذا التعب وهذا القلق الذي أحمله، وأتمنى يعني أن تأتي في يوم ما، يعني أتمنى أن أنا أرجو أقبض أن لا تأتي عليها في يوم ما. لتعلم لماذا؟ حتى تواصل الكتابة، لأن أجمل القصائد إن جاءت ربما أصابت الشاعر بالتراخي، لكن البحث دائما، وافتراض أن هناك قصيدة ما بعيدة هي الأجمل التي ينبغي أن أقطفها من شجرة المجاز يوما ما، البقاء على قيد هذا الأمل وهذا الحلم يحفزنا للكتابة ويجعلنا مشتعلين دائما لنقدم أجود ما لدينا. وإلى قصيدة من أجود ما لديك أيضا، وهي مسك ختام هذه الحلقة من بيت القصيد يا عصام البشيتي من فلسطين، إلى القصيدة. ترنيمة عاشق على باب الليل. تفضل. ناقفا من حشى الليل حنظله، يسهر الصب في حزنه فردا. للنجوم أغانية لي من تضاريسها جسد، للمسافة مشتعل بالغياب. وأنا من أنا في السؤال رميت يقيني وعفت الجواب. وأنا نزف أهلي على عتبات الليالي، يموجون شكا وقد غرست دربهم في جهات السراب. وأنا ربما في الكلام مجاز الحمام، تحاصره الذكريات فيصدح في العدم الأزلي قواف تضيء التباسا واحتمالا لانكسار السحاب. الله الله، ما أجملك يا عصام. شكرا لكم. قبل الختام رسائل قصيرة. رسالة الأولى إلى أبيك وأمك، وأنك لا تزال مقاتلا على ناصية الحلم، ماذا تبعث إليهما برسالة أو لهما برسالة؟ يعني أنا فعلا ما أزال أحاول أن يعني أقاتل فعلا، وأحاول أن أستل المعنى يعني من هذه الفوضى التي حولنا جميعا، ويعني أتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، وأشكرهم يعني لكونهم أمي وأبي. ونحن كذلك نشكرهم.
أنهم للأمانة كانا سببا بتشكيل هذه الملكة الإبداعية، وهما ربما من أوائل من آمن بك كاتبا وملقيا كذلك رسالة إلى الكل الفلسطيني الذي تنحدر منه، إلى شعبك الذي تحب أكثر ما تحب أن توصي به أحبابك في فلسطين كفلسطيني، رسالة بسيطة من فلسطيني إلى أبناء شعبه. يعني أن ظلوا كما أنتم، أن عيشوا في هذه البلاد كأنها بلاد أبيكم. وهي يعني أنت فعلاً شايف أنه الفلسطينيين على حالهم اليوم كلهم تمام؟ طبعاً لا. يعني طب كيف بتقولهم ظلوا كما أنتم؟ ظلوا كما أنتم بمعنى عيشوا واستلوا. ترى أنهم بحاجة إلى الوحدة؟ إيه نعم، في الساسة نعم الساسة منقسمين، ولكن الشعب الفلسطيني أنا أفرق تماماً بين الساسة. نحن هكذا متفقان دائماً. إيه تماماً بين الساسة وبين الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني على كافة أطيافه متفق. نعم في أخطاء وفي أشياء لا نحبها أيضاً في شعوبنا ونغضب منها. هناك عقبات، هناك عراقيل، هناك بعض الخلافات التي تجعل الطريق طويلة في اتجاه تحرير فلسطين، لكن بالعادة تماماً. الفلسطيني يعود إلى سجيته وفطرته ويعرف الطيبة، كيف يستل، ويعلم أن الدم لا يمكن أن يكون ماء. صحيح، ويعرف كيف يستل المعنى من هذه الفوضى التي حوله، من الاحتلال، ودائما ما هنالك كما قلت بندقية وفوها الدبابة يعني تصوب نحو الفلسطيني، تعيدنا إلى رشدنا حتى نتوحد. تماما، وهو يذهب لعمله، وهو يذهب للمدرسة، وهو يذهب لكذا. يقال أن كثيرين ربما يهربون من الصواريخ ومن دوي المدافع وأزيز الطائرات، لكن الفلسطينيين يتوحدون تحتها. صحيح نعم، ولربما في غزة أيضا لربما هنالك يعني تفاصيل حياتية لربما كاملة، حيوات كاملة تعاش تحت القصف، يعني ناس يأكلون تحت القصف ويتسامرون ويسهرون، يعني واستحقون منا يعني أن نرسل عليهم سلاما وتحية. نعم صحيح طبعا، وذات السلام والتحية لك وللقدس الحرة ولفلسطين التي انحدرت منها شاعرا يشق طريقه إلى ما هو أجمل من هذا الجمال الذي نحن عليه شهود في هذه الحلقة المتميزة. للأسف وصلنا إلى الختام يا عصام، ماذا تريد أن تقول في الختام؟ الختام أشكركم على هذه الدعوة الكريمة فعلا، نحن الأكثر سعادة، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء يعني، و لعله يتجدد. شكرا جزيلا. شكرا لك يا عصام. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيدة. الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.